السلام عليكم. معكم شاب مغربي مقيم حاليا في مدينة طنجة. السن ديالي 23 سنة. شارف في السابعة مع المخدرات فوق شديتين. التوليت مي كانت عندي 10 سنين. صغير. باش توليت؟ توليت ب سيليسيون بزاف ماشي بلية وحدة. يعني بزاف شنو ما عرفتي قبل ما نبدا؟ دوانات بزاف د الحوايج. الشراب دروقة مهم دوزنا لي شي كاع. شنو تأثر علي في الحياة اليومية ديالك؟ طبعا الحياة الاجتماعية مع بنادم فهمتيني بنادم عاود كي كتدخل في واحد اكتئاب كتعقد مباشر ما تبقاش تهضر مع بنادم ما تقدرش تواجه المجتمع كتخاف من بنادم يهينك ولا شي حاجه فهمتيني بزاف د الحوايج. علاقتي مع الوالدين متوتره ولكن الحمد لله دابا غيرت الحياة ديالي. كنت على الأقل 9 سنين دابا في البلية عاد حيت من مؤخرا مؤخرا هذا شي 3 سنين ولا عامين. كيفاش قدرت تغلب عليا؟ تعرفت على الصديق ديالي كان يدعمني كينصحني كيقول لي هادشي مصالح لك شي وبدا شويه بشويه بديت ننقص لي ديك البلية. هاد الصديق هذا فاش كنت كتجلس معاه كيخليك تحشش وكدا؟ طبعا كيخليك يعني على راحتك ولكن في نفس الوقت كيعاون يعني درجة درجة كما تنقول. لا ما كانش بعض المرات كان كيمنعني بعض المرات كيخليني هاديك ولكن كيبقى يوصل لك ميساج كيبغى يضغط عليا بعض المرات نحيد الشيء ما بقاش في الطريق هذا يحاول يردني. انا مع الوقت حسيت براسك بعد لا دابا حاليا وباقا فينا في كتجيك داك المرمار. كيفاش كنتي دابا انت كيفاش كنتي كدوز شهر رمضان مع السبطة على الدم روان خرج من الزنقة كنزبل شي حالة زعما لا إله إلا الله محمد رسول الله ما شاء الله. أصبح لك وقع لي شي بلان مع الوالدين وأنت محشش؟ ماشي مرة ماشي جوج كندخل من الدار سكران ولا ندخل محشش كنجبر الوالدة ولا الإخوان كيهضرو معاك دايما يجيبك شي عاشي شي هضرة كتبقى تحيا نص الليل زبل تحيا. شنو آخر حاجة كنتيها ولا تناولتها؟ الشرب. دابا حاليا مش باغي كتناول؟ لا اعتزلتي حيت لي شي كامل دابا كنحاول نطور راسي نعدي شي حاجه من المستقبل ديالي نكافح نعدي شي حاجه ديالي. شنو هما الحوايج اللي كنتي كتمارس باش تغلبتي على الحشيش؟ لانطريما كنجلس مع اصدقاء مزيونين واعي مثقف خانا من كتجلس معاه كتجبرو تقيقل في الهضرة تقيقل في العقل ديالو فهمتيني كيفكر عادي كينطق على دوك مو ماشي عليه الدار في الخاوي والشارع. وصل والوالدين عاودت بشوية بشوية وقيت لما حسن العلاقة ديالي معاهم دابا الحمد لله بخير الحمد لله. شنو هي الرسالة اللي توجه للشباب اللي مبليين عادي يشوف اللي ماشي مبليين الناس اللي دابا حاليا هاد رمضان بليين وشباب بداو المستقبل ديالهم مدمر حياتهم مدمر شنو تقدر تقول؟ يحاول يدا واحد الهدف قبلتو عادي يحاول يحيد بلية وما بلية عاد تفكر تحيد منا قبل ما تعدى شي هدف قبلتي غير انت ما تحيدش منا فهمتيني عاد دير واحد الهدف قبلتو يخدم عليه ويفكر دايما يفكر يحيد بليا على الاقل ينقص منا اليوم على غدا هو ماشي معاه فهمتيني ويعمل المجهود ديالو في ليل الخدمه هذيك ما يعطيش
شي فرصه انا العقل ديالو يبقى يخمم شي حوايج السوق ديالو مخاوي. الله يعفو عليه. شنو الرساله اللي تقول للشباب اللي ما كيبغيش ولكن كيجربوا؟ هذاك بنادم اللي كيتسقط هايداك يعني يحاول يبعد من عند يعني ما يقربش بنادم مبليه يعني ملي تدخل في الطريق هادي بزاف د الحوايج كيتغيروا في كنتين من ناحية المعاملة ديالك مع العائلة ديالك مع الأصدقاء ديالك الصحة ديالك. تبارك الله عليك، شكرا على الجرأة ديالك. شكرا. كنتمنى إن شاء الله أن الرسالة ديالك توصل وأنك تفيد الناس وتفيد المجتمع. إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.